أولاً إحنا بنشكر طبعاً النجم مدحت صالح على المجاملة الجميلة اللي قالها للنادي الأهلي. وعلى فكرة عايز أقول لكم إن الكابتن عدلي القيعي لغى البرنامج بتاع ملك وكتابة مخصوص علشان الحفلة وعلشان مدحت صالح يكمل معانا. وتحية يعني خاصة مني أنا الحاج عدلي، يعني ده حبيبي وأخويا. تحية كبيرة جدا الحاج عدلي القيعي، تحية كبيرة جدا. وحشنا يا حاج والله.